لا، الموسيقى احنا في مهرجان الموسيقى العربية فيما يتعلق بدار الأوبرا احنا بنعمل على توسيع نشاطها وإنشاء دور أوبرا في مختلف أنحاء مصر وحتى في المجتمعات الجديدة في العاصمة الجديدة، العاصمة الإدارية اللي بنخطط ليها يكون فيها مقر كبير للأوبرا المصرية. الموسيقى العربية في حد ذاتها هي دليل على هذا التكامل في العواطف والوجدان. شكرا، ألف شكرا.